الو، يا حبيبي بالبيت الحين، بس انا توني راده من برا والله تعبانه بنام. خلاص حاضر حاضر، الحين اقوم الحين اقوم ابدل، خلاص ما راح اطول. يلا باي. نادية نادية، هلا فيصل. ايش فيك؟ صاير لك؟ مو صاير لي، بس طليقي مار البنات المدرسة. وبعدين؟ وبعدين مكلم بنتي الوسطية قايل لها امك هذه ظالمة لأنها مو راضية تخليكم تيون تزوروني بالبيت، ومن هالحكي هذا اللي غث. نادية هذا كلام عام، أنا أبي تفاصيل. سوى لهم؟ أذاهم؟ طقهم؟ شو السالفة؟ يا ابن الحلال شو لك بالتفاصيل؟ التفاصيل كلها تضيق الخلق، والله ما ودي اقول لك شيء. انت ترى تنرفزين لما تقولين كذي. انت عارفة ان امورك تهمني، مو بس انت. انت وبناتك. الهم اللي تشاركوا فيه اثنين ترى يصغر. صح كلامي ولا مو صح؟ صح كلامي. نعم صحيح، امشي خليني اقعد بمكان وقولي لي. أنا ليش سويت كذي؟ معقولة؟ أنا أخو ريم، مع منو؟ مع صديقتها عاد، وهي صديقة البنت اللي طول عمري كارهها وانتقد تصرفاتها وجرأتها. ريم ما تستاهل أسوي فيها كذي. ريم جوهرة ما في مثلها، بعدين أنا أحبها وتحديت أمي علشانها. معقولة أبيعها برخيص كذي؟ أنا لازم أكلم نوف وأقول له إني ما راح أقدر أكمل معاها. نفس الوقت لازم أملك ريم علشان أقدر أصون نفسي وأبدي معاها حياة جديدة. لازم. هاي با، شو مسوي بالمدرسة؟ زين الحمد لله. حليت واجباتك اليوم؟ اي الحمد لله. ملابس الرياضة طلعوا قدك ولا لا؟ اي ماريا سوأت لي. ماريا سوت لك اياهم؟ تغديت ولا لا؟ اي ماريا حطت لي. ماريا بعد حطت لك الغدا؟ ومنو مسبحك؟ ماريا بعد؟ حلو، روح روح بابا، روح غرفتك، روح. روح حبيبي روح. ماريا قاعد تسوي كل شيء، متزوج ماريا مو متزوج جمال. فواز رايح الصالون، انت بشيء؟ فواز أنا قاعدة أكلمك، تبي شيء؟ فواز أنا أدري إنك تزعلان عشان موضوع السينما. عادي نشوف أي يوم ثاني ونروح الفيلم، ما فيها شيء، يعني شو المشكلة؟ بعدين مو ذنبنا إن عزمت على العرس مع أمي، لازم أوجب الناس، ولا تبيهم يزعلون علي؟ تدرين عاد إن أنت أكبر كذابة أنا شفتها بحياتي. ليش؟ ليش؟ لأن أنت مو خايفة من زعل الناس، أنت خايفة من زعل الماما. ما تبين أمك تزعل عليك، لأن أنت ماشية وراء أمك أصلاً. وين ما تروح أمك وراها، ما تبين أمك تأخذ بخاطرها منك. يا بابا لا تشذبين على نفسك ولا تشذبين علي. أقول لك شيء عاد، نصيحة أخذيها حقك لوجه الله، أنت ما حد بيخرب ويهدم بيتك إلا أمك، وقولي أنا ما قلت. ما تسوى ترى السالفة ان تزعل عليها وتستعسر هالكثر على فيلم. صدقيني انا غلطان اللي قاعد اسولف وياك. شرها مو عليك، شرها علي انا اللي قاعد اكلمك، استعسر عشان فيلم. انا راح اجاب الربع بالديوانيه ابرك بالقعده وياك عشان فيلم. تقول اي شيء تقصر العمر.
أنا غلطان أصلاً اللي كلمتك في البداية. روحي روحي شوفي حياتك يلا. هذا إيش فيه؟ غيرني كذي كذي؟ أحاجيك ما تبي تقول لهم إنك بتداوم عند أبوك إذا حد جاي. إيش فيك أنت مطفوقة كذي؟ لا وش فيك؟ تحجي أقول لهم خلاص. خلاص أنتوا إيش عندكم التساسرون شنكم يا هال؟ خايفين أحد يطيح عليهم إيش فيكم؟ والله يا ما صدقين ذكرتينا بأيام قبل يوم كنتي تطيحين علينا أنا وسلمانو وإحنا مسويين مصيبة. دورينا عاد. سلمان؟ شنو المصيبة اللي مسويها؟ أي مصيبة يما ماكو شيء. خالتي سلمان بيقول إنه بيدام عند عم إبراهيم الأسبوع الجاي إن شاء الله وعم إبراهيم موافق. صدق؟ أي يما صدق. كلمني اليوم ورحت للشركة وقعدنا أنا معه وسولفنا واتفقنا على كل شيء. ووقعت مع عقد حالي حال الموظفين اللي بالشركة. أنت من صدقك؟ إي من صدقي ليش؟ وأنت كم بيعطيك راتب؟ مو مهم يما الراتب. صدق إنه أقل من الوزارة بس الحمد لله الإشارة راحت بالي. لا أحد يتأمر علي ولا يتفلسف علي. صدق إنه ما يستحي على وجهه ولا ينتخي. منو يما؟ أبوك بعد من هو؟ بدل لا يعوضكم سنين الحرمان اللي ما يدري عنكم ولا يسأل عنكم. يقوم يعاملك معاملة العمال اللي عنده ويعطيك أقل من الوزارة بعد؟ ما تشعلش منهم ريال ويا ولده كيفهم ينيازون لا تقطين نفسك بالنص لا والله صدق هذا ريلي وهذا ولدي يو ولدك راضي خالتي حبيبتي الله يهداك ايش فيك نسيتي هذاك خلاص ما عاد ريلك مشكورة حبيبتي والله صدق يعني أنا كنت ناسية يا رب شلون نسيت كذي مشكورة إنك أنت ذكرتيني بس هالريال اللي تقولين عنه ترى جبت منه ضناوين وصبيان ريايل قدامك الخير والبركه في اللي للحين ظفر ياهل ما يابته تفرح ريالها فيه تعال 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 ايش تبي انا بعد ما خلصت كلامي اقعد تعرفين الحين اللي صعدت بعد شوي فوق تقعد تعاتبني ليش ما رديت على امك وليش ما سكتها وتعرفين سوالف الحريم هم اللي يخلق مشاكل والله يا فيصل انا اللي اعرفه ان الريال السان اللي يحب امه ولا يرضى عليها ما يعطي مجال مرته تقول كلمه عن امه معلوم يشق حلجها اقول ابيك تفهمها وتقول لها ان مثل ما امي دخلتك هالبيت امي هم تقدر اطلعك منه فاهم؟ فاهم يما روح 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 قول لها روح ان شاء الله الحمد لله والشكر ثاولته معلش بس هم خفي عليها فشلتيها جدا انت مو شغلك تم ان شاء الله الو هلا نفشونك ابي اشوف ضروري اليوم لا لا ما اقدر اجي لي باكر اي خلاص انا اوصل مكان وادز السكيش يلا باي ما يرد
الو هلا فواز، انت وينك؟ المساعد قالك ما ترد. شنو الشاليه؟ من متى ان شاء الله؟ مو من عوايدك يعني؟ اصلا احنا من تزوجنا انت ما نمت برا البيت، ولا شنو يعني؟ تبي تبين ان انت زعلان مثلا؟ انا اقول ارجع البيت وخلنا انتفاء. صدق هذا سكر بوجهي؟ الله شرها علي انا اللي قاعده احاتيك. ها حبيبي قاعد ما نمت؟ قاعد ناطرك، في احد يتاخر للعزه؟ قايلت لك معزومه على استقبال، ولا انت نسيت؟ لا ما نسيت، بس قلتي الاستقبال مو عرس. لو تشوف الاستقبال اللي انا كنت فيه، هو بيت وهو ديكورات وهو اثاث، الاستقبال بروحه يهبل. الله يهني صاحبه. اول مره احس بيتنا قديم. عصام ما ودك نغير البيت؟ الحين بيتنا صار قديم. اقول قومي غيري ثيابك ونامي احسن لك على هالخرابيط هذه. قايله فقر ماكو فايده، الاقيها منك ولا من عيالك. مساء الخير. هذا العسل اللي انت تحبه. شكرا. العفو. الجو وايد حلو. نفسك ونفس عيونك اللي احس هذا تقول مشتاقه لي. انا ادري ترى انت ليش ما قدرت تنام إلا لما تشوفني تسمع صوتي. نوف أنا ما أقدر أكمل وياك. إحنا لازم نهد بعض. أوكي. ولا المشكلة بالموضوع. على فكرة ترى أنت اللي بادرت. أنت اللي قلت أنا معجب فيك. مو أنا. يبا تبريني ياهل. تبريها زلة، تبريها أي شيء. وإذا تبيني أقول لك آسف يبا آسف حقك علي. بعدين احنا كلمنا بعض فترة قصيرة. واللي حببني فيك شخصيتك. شخصيتك وايد قوية. تحبين الحياة، تحبين تروحين وتردين على راحتك. تسألين ليش وشنو وش حقه. ريم ما عندها كذي. ريم ما انا اقول لها ليش وشنو وش حقه وحق شنو. ريم ترى نظيفة. ريم قلبها ابيض. نوف احنا لازم نوخر. الحين انت يا ابني عشان تعطيني درس عن ريم؟ ريم اختي بعرفها اكثر منك. بعدين بذكرك ترى بلحظه يوم قلت لك الشركه انت اخنتها. يعني انت شنو؟ حقير؟ سافل؟ واطي؟ انت ترى ما خنتني مع اي وحده بالشارع. انت خنتها مع اقرب وحده لها. اسمعني عادل، لو على قص رقبتي ما راح اخليك تاخذ ريم. اوكي ويلا كمل عصيرك روح. باي.
عاد تصدق يا فيصل، عمري بحياتي ما فتحت قلبي حق أحد ولا تكلمت باللي ضيق خلقي ولا يونسني بالحياة. ما عندي أحد، لا عندي رفيجة ولا عندي أم ولا عندي أحد يسألني شخبارك، شلونك، شو اللي مسويته بحياتك. أول مرة أفتح قلبي حق أحد، عشان كذي قاعد أتكلم معاك عن شيء وايد خاص وايد أثر فيني بحياتي. تدري يا فيصل، كنت أتمنى إن رب العالمين يرزقني بإنسان يكون رومانسي وحليم حنون، يكون أم الأبو والأخو والصديق، يحتويني خليني أنسى الأيام اللي شفتها مع مرتبوي. بس شو أسوي بعد، الله بلاني بواحد غير عن اللي فكرت فيه وتمنيته كلش. فيصل كان وايد جاسي علي، كان يطقني ويهيني، كنت ما أسمع منه إلا الكلام اللي موحد. واللي زاد يغطى بعد إنه ابتدى يمد إيده علي قدام بناتي ويغلط علي قدام. لا، وآخر أيام قام يمد إيده على بناتي. أذكر كلمة مرتبوي قالت لي، الوحدة ما لها إلا بيت ريلها وقبرها، ما لها غير هالمكان. كنت صابرة وتحملته عشان كلمتها، بس لما صار الموضوع صار بناتي أنا مستعدة إني أكون بقبر، بس ما أشوف بناتي يعانون نفس ما أنا عانيت، ما بيهم يتعقدون. عشان كذي طلبت الطلاق منه، وهذا حقي. صدقني أنا لما تطلقت كل همي كان أبي بناتي يعيشون بأمان وما يعانون. تدري فيصل، أنا عمري ما حبيت، أنا أحس إن قلبي بعده خضر، لا حبيت ولا انحبيت، ما سمعت حكي حلو، لا تدلعت، لا طلعت مثل باجي الحريم وقعدت بمكان واستانست، كل هذا ما شفته. بس يوم عرفتك حسيت إني راح أشوف كل هالأشياء، حسيت كل الأيام المو حلوة، كنت ما أفكر إلا بالأيام الحلوة والسعادة والفرح اللي راح أشوفه معك. صدق إني أنا ماني عيوز، بس ترى أنا هم ماني صغيرة، أنا كبيرة وايد. شو أسوي بعد؟ راحت علينا خلاص. من قال ان انت كبيره؟ العمر مجرد رقم، المهم الروح تكون حلوه. انت روحك حلوه لان انت حلوه. العمر مجرد رقم، اهم شيء تكون الروح. روحي روحي، شوفي غدانا لا يحترق. اخ اذا احترقت الحق حوكه اليوم، محمود بيسوي لنا سالفه. يلا يلا روحي بسرعه. ها من عند الباب، ان شاء الله خير يا رب. وي ما صدق ما صدق، يا هلا ويا مرحبا حبايبي، عمري قلبي. هي الله حياكم الله، هلا بنادي هلا بحبيبتي، توا ما نور البيت. حياكم يما حياكم، ويا عليكم وحشتوني، والله انكم وحشتوني. يا 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 مو صادقه مو صادقه مو صادقه. ها خالتي، عشان لا تقولين حرمتك من البنات كاهم عندك. لا والله كفيتي ووفيتي وما قصرتي يما، يا بعد عمري انت. شلونك يما، شو اخبارك؟ طمنيني عنك. الحمد لله يا ديده،
لا اقول لك ابوي موجود بالبيت؟ لا يما ابوش طلع ان شاء الله عقب. غلطانه يا خالتي، ماكو شيء ما يتغير بالحياه. يما خذيتي القلوب والمشاعر وانا اقدر قدرتنا على التحمل كل شيء ما عاد نفس ما كان. كل شيء تغير حبيبتي انت، ولا يمكن يرد نفس ما كان. يما تعالي ما تعال تعال. هلا بنياتي حبيباتي الحلوين ما شاء الله. ونمن نياسة بعد عمري وحشتوني، ما وحشتكم؟ لا وحشتكم؟ شلونكم المدرسة؟ زينين؟ ما بعد عمري والله. يا الله تعالي يما تعال، نادي اللي فيها الخير ما قصرت. ماني مصدق اني قاعد اشوفهم بالبيت. يا يا الله اشكر نادية ما قصرت، هي اللي فيها الخير، هي اللي جابتهم. نادية شلونك يوه؟ الحمد لله بخير. ماي شلونك يوه؟ الحمد لله. واللي عافيك خالتي، انا المغرب بي اخذ البنات بدون مشاكل عشان ما اندم اني جبتهم. ان شاء الله يما لا تحاتين في الحفظ والصون، وان شاء الله ماكو مشاكل، وهذا وعد مني. ديروا بالكم على يدتكم ولا تشيطنون. يلا ديري بالك على خواتك وعلى يدتك. يلا انا ماشي. حياك الله، ربي يحفظك ان شاء الله. يا بعد عمر شلونكم يما؟ شو اخباركم؟ والله انكم وحشتوني. يا بعد عمري، يا بعد قلبي، يا بعد روحي انت. ناديه لحظه بكلمك. ما بيننا كلام. انت ليش مصره تسكيني بيبان ابوي؟ ليش مصره كل ما اي احاكيك واصلح اللي صار تصديني؟ ليش؟ لان اللي صار بعد خلاص عمره ما راح يتصلح، انتهى، شيء انكسر، انعدم، اندفن، مات. ويهك بالنسبة لي الألم، الحزن اللي شفته بحياتي، الطق والإهانة والتجريح والصراخ والذل. بس هذا أنت بالنسبة لي، كل ما طالع بويهك أتذكر ضعفي وألمي وحزني والظلم اللي كنت عايشته معاك. أتذكر ريحة سم الهاري اللي كانت تفوح من حلجك. بس هذا اللي أتذكره. بس صدقيني انا هالمره مستعد اتوب واتغير. ناديه انت ما تصدقين، انا اشوف بناتي مساعه في البيت نسيت الدنيا وما فيها. والله بعد ما راح امد ايدي عليك، والله واذا مديت اكسرها انا خليك انت تكسرينها. وسم الهاري انا ترى مستعد، متى ما قررت انا مستعد اتوب، والله اتوب. بس انا ابيش انت تعطيني الفرصه. ناديه انا محتاجك، والله محتاجك. فرصه يا محمود؟ فرصة؟ أعطيتك فرصة واثنين وثلاث، وتم عمري كله ضاع قدامي، وأنا أعطي فرص عشان توفي بوعد من الوعود اللي وعدتها لي. ما وفيت بشيء. طول عمرك كنت ما أخذ منك إلا الحكي بس. الحكي. أنت محتاجني؟ لا. لا. أنا محتاجة إني أبعد عنك. أنا محتاجة إني أكون بعيدة عنك. تتركني بحالي. أنا عندي ثلاث بنات برقبتي، ما لهم غيري بهالدنيا. بربيهم بهدوء من غير مشاكل. حتى خاف على بناتي تطلع حبتي فيهم. ما تخاف على بناتك من اللي قاعد تسوي فيني. ترى الدنيا دوارة. لا لابد أنا قاعد ترجعت. ليش وتذليني عشان تردين بيتك؟ ليش ما ذليتك؟ ما ذليتك ولا بذلك ولا أبيك تترجاني. أنا بترجاك. أنا بترجاك. تكفى عشان ربنا. تكفى اعتقني الويه الله. اعتقني الويه الله. تكفى ابعد عن حياتي. ابعد عني. تكفى خلاص ما عاد فيني. تكفى أنت بالنسبة لي الخوف وبس. والله العظيم لو أبو بناتي عشان الحين أنا مردانت. والله شفت هذا أنت توه قبل دقيقة كنت بتكسر إيدك إذا تمد علي، والحين تبي تطقني وتهجم علي. أنت ما تنفع معاك أي فرصة. حطيتك كل فرص. بس ابعد عن حياتي. أنت أهم شيء إن الله يكفيني شرك. بس ما أبي من ربي شيء. أبي بس يكفيني شرك. بس يكفيني شرك. بس يا
انت شاطر، شكله حلو صح؟ في اشياء حلوه. الله، في اشياء حلوه. شوفي هذا وايد حلو. يعطيك العافيه اختي. الله يعافيك. ما ادري بس الوالده ماخذه من عندكم شغله وعلى اساس انها خلصت اليوم. عندك رقم الايصال؟ رقم الايصال؟ اوه صدقين نسيته في البيت، خليني ادق على الوالده اشوف. اوكي. الو هلا يما. يما انا جيت المحل ونسيت رقم الايصال. اي والله جزيلا عافيه. بسرعه يما. يلا باي باي. باي. كاي الحين بدزه. ثواني بدزه. اوكي. يما ايش رايك بهالنفنوف؟ الله يا حناته. صدق؟ خليني اشوف. لا ينفع. حلو؟ يعني يما ينفع حق جماعة البنات؟ اي ينفع. درب وكشخه. قول الصدق عادي يلا صدقيني بس يبي له شويه تقصير شوفي اي يبي له تقصير وحتى الجيم ترى يبي له شويه تعديل وشي اكيد يصلحونه خلينا ناديها لو سمحتي تفضلي تفضلي حبيبتي تقدرين تضبطين لنا شويه اي اكيد خليني اقيس لك الله خل اشوف الله تغيرت ها وايد هيك لهون تمام اي بس تكفى قصري وضيجي خلاص اوكي تمام زين متى يخلص؟ يومين ان شاء الله خلاص اوكي خلاص اكيد وايد حلو اعتمد اعتمدي اوكي يلا بدلي وانا رايح المحل اللي يمنا ها اوكي يلا لا تبطين شاوي كهوة رقم الايصال دزت لي يا الوالده بس والله كانت العامله امبارح تعبانه وما قدرت تجي المشغل بس بوعدك بكره او بعده بالكثير ان شاء الله بيكون هون لا وانا بخبرك بنفسي عشان ما تجي على الفاضي عاد انا تعنيت تحاله يلا يعطيك العافيه الله يعافيك يا حبيبي زين مو مشكله بس عاد انت سجلي رقمي انسى ها اي 99 اليوم بعرفكم على ولدي سلمان ان شاء الله بيكون ويانا بالشركه وراح يكون بمنصب المدير التنفيذي عندنا ابي تعرف على كل اقسام وادارات الشركه وهذه عاد ابيها منك اخوي ابو بكر ابيك تاخذه وتلفي على الشركه بكل اقسامها وكل اداراتها تعرفه على كل شيء وعقب ما تخلصون ان شاء الله ياخذ الاخ محمود بجوله ان شاء الله بكل مشاريعنا داخل الديره كل مكان تعرفه على كل شيء شوف شنو المشاريع وخلي يشوفها وابي منك عاد اللي رديت عقب هالجوله هذه تكتب لي ملخص كامل عن كل اللي شفته وتعطيني انطباعاتك ان شاء الله يبا حاضر لا تقصر ابوي ان شاء الله خواص زين قولي صاير ايش فيك؟ تعبت مرات اتمنى ودي الله ياخذني وافتك ابي ارتاح ما ابي افكر باي شيء ثاني فال الله ولا فالك تعوذ من ابليس قولي شنو صاير وممكن اقدر اخفف عليك أمان مو كذي أحس إن المرة صوبك نهائيا بعيدة عني مو حولي أبدا أنا عمري ما تخيلت إن الزواج راح يكون كذي كان عبالي إن الحياة راح تكون أحلى مرات أحس إن زواجنا غلطة بس ماني عارف أصلحها ولا أتخذ قرار يخص الموضوع قول لي صار وخلاك تقول هالكلام الكبير مرة مهملة مهملة لأبعد الحدود ما تدري عن رايلها ولا عن ولدها ولدها 24 ساعة مكتوط عند الخدامة لو مو أمي الله يحفظها عشان هالولد ما يدري شنو يعني أم ولا حنان أم 24 ساعة لازقة بأمها طلعات ويا أمها كشختها ويا أمها أمها ظلها ما يصير أنا ريال لي حق عليها عمرها ما طبخت لي غدا
عمرها ما عطرت هدومي، ما قالت لي تعال خلا بخرك، وانت طالع الله يحفظك، انا شبي منها؟ انا ادورها الكلمات البسيطة شيء حلو. بس وين؟ المرة هذه لازقة بأمها، ظل أمها 24 ساعة، أنا قمت أكره ارتباطها بأمها بسبتها، قمت أكره أمها حتى. كلم أبوها، أوه عمك وقريب منك، يكلم بنتها ويعقلها. ما أدري تهجين كذي يعني؟ ماكو غير كذي فواز. كلم أبوها، بس لازم تقول له كل هالكلام اللي قلت لي إياه. وبعدين لا تنسى إن بينكم ولد. يعني لازم تسوي كل اللي تقدر عليه عشان تحافظ على هالبيت. زين كلمته وما تغير شيء، شو اسوي؟ عاد ذيك الساعة تتزوج واحدة ثانية. تحبك. تهتم فيك، تسعدك. وهني ما حد يقدر يلومك. في الشارع محل الأربعة. على ذلك. أهلا وسهلا. عفوا، ممكن خدمة؟ خير إن شاء الله، تفضل. إيه، أبي البنت اللي مساء اللي أتخذت من فنوف هي وأمها قبل شوي. إيه بعرفها، شو فيها؟ إيه، شو اسمها؟ وليش حابب تعرف اسمها؟ الصراحة بيني وبينك البنت عجبتني وايد، بس لا تفهميني غلط، الصراحة أنا بخطبها. هني زبايننا من سنين هي وأمها، اسمها منال السندي وأمها مدام جميلة، ومعروفة بذوقها وأخلاقها يعني. منال السندي. إزاي ممكن طلب أخير؟ تفضل. ممكن إذا جت المحل تاخذ نفنوفها تدقين علي تليفون، هم من مره واحده اخذ نفنوف الوالده. ان شاء الله، حاضر. تسلمين، تسلمين وكلك ذوق. اهلا وسهلا. هلا والله. عاد تدرين يمه، صج طلع ابوي هيبه. شلون يعني؟ يمه ما شفتي يعني اليوم انا يوم دشيت عليه يامر وينهي والكل يهابه بالشركه. اكيد. صاحب الحلال اكيد لهيبه ويامر وينهي. لا يمه، مو بس عشان صاحب الحلال، ابوي شخصيته وايد حلوه والكل يحترمه، عشان كذي فارس شخصيته والكل يسوي اللي يبي. تدري ابوي شنو عقليه فيصل؟ عجيب. ايش ذا ابوي معود هذا؟ انت توك اول يوم داومت عنده كذي قاعد منبهر فيه. لو داوم عنده سنه كان ايش سويت؟ تدري ايش قال لي؟ قال لي فهمت الشغل صح وصرت اوكي، بيخليني ذراع اليمين. اقول ايش رايك تداومك تشتغل عندنا بالشركه؟ لا 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 لا، مش وظيفه. مشكور مشكور، وخر عني دام انت مرتاح. وخر عني انا حد يهد الوجه الحسن اروح دوامك؟ لا خليني مرتاح، اهد دوامي ما اروح له. لا يمه، هذا غباء يصير. تهد دوامك ما يصير اصلا، تخلي البيض كله تحطه بسله واحده. منو البيض؟ مثل. هذا مثل يقولونه، المهم انك انت تفهم المغزى عنه. يمه انت اكلك وامثالك كله على البيض، ما يسالفتك على البيض. يمه دام رايك كذي وقعدتنا حلوه، ايش رايك اقول حق هالتي تقعد معنا بعد؟ غير جو، مسكينه قاعده بروحها فوق. الا هالقبسه ما بيها تقبل علي، ام لسان الطويل جلت الحيه. ما علي بنت اختك نفس بنتك يمه، يعني الحين انا ولا سلمان اللي غلط، انت ما راح تسامحينه؟ سامحينه. لا والله صدق، ما سمعت اخوك مساعة شلون قاعد يغلط؟ لا والله سمعت. قاعد يخوره بالحكي. ادري والله. يخوره وينكب. ينشب ينشب بالحكي. دايسي دايسي. اي ابوي فعلت ابوي، ابوي الهيبه، ابوي الشخصيه. نسى نسى ابوي يوم كنا احنا محتاجين لانه يوقف معانا في البيت، ما يدري عنا لاهب نفسه بناهبه وداره مالت عليه وعلى ويه. يما الله يهداك، ايش قلبتي علي؟ توزنيش معاي؟ انا ما قلبت على حد. كل واحد فيكم قبل الله يقط الحشوه يثمنها وبعدين يقطعها. انا ماني طوفه هبيطه لكم، نسيتوا؟ نسيتوا تعبي وش قايل لكم؟ مالت عليكم. ايش في يومي زعلت ومشت؟ بعد من شنو؟ ما تعرف تكذب لسانك شوي؟ دايس ابوي ابوي ابوي. امي اكثر واحده شايله على ابوي، قاعد تمدح قدامها؟ انا ايش دراني؟ من وناستي استنيت وقعدت اسولف، كان اشرت لي خو، اغمز لي سوي لي اي شيء. اشر لك يا اخمز لك، مليت وانا، شلون اغمز لك امي يمي؟ اسكت شوي، انت ابوي ايش معطيك؟ كم راتبك؟ ايش راشيك فيه؟ اقول لك كنت مسوالف، خل اروح انا اقعد عند مرتي وايد احسن لي. ايش الجديد؟ وراكم غير نكد. احسن خذ راحتي انا، والله كل واحد يروح يشوف وضعه وانا اشوف وضعي بعد.
كل اللي قاله سلمان صح، والصج دايما يجرح ويعور. الهيبة والمكانة الكبيرة بعدها موجودة، بس صار معاها ألم ما له حدود وخيبة تعذب الروح. الله يسامحك يا إبراهيم، الله يسامحك ويردك لي يا رب. والمصيبة إن عيالي بدال لا يردونك لي صاروا هم اللي راحوا لك.